متابعي قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم في بداية هذا النقل الفوري والمباشر لقمة الأسبوع الثالث ضمن الدوري القطري لكرة اليد. والقمة تجمع فريق الريان بنظيره العربي، كلاسيكو من كلاسيكوات كرة اليد وكرة القدم كذلك وجميع الألعاب هنا في قطر. بداية المباراة تأتي بعد ما شاهدنا تعادل مثير بين فريق الأهلي والخور منذ قليل، وهذا الهدف الأول لمصلحة النادي العربي يفتتح إذن باب التسجيل مع انطلاقة هذه المباراة. ونعطي تشكيل الفريقين بالنسبة للنادي العربي: 17 معتصم عبد الواحد، 18 ثامر هاشم، 19 إسماعيل حمد، 20 غانم مبارك، 10 فواز عبد الله، 96 محمد هاني، 1 علي جربة، 90 هاني مروان، 25 حسين مراد، 55 مصطفى علي، 14 باسل عوض، 15 وسيم رضا، 8 نيكولا ميلوزوفيتش، 4 محمد وليد. هذا فاست بريك للنادي العربي ودخول بقوة، دخول ممتاز للعربوية في هذا اللقاء، وهدفان في ظرف دقيقة تقريبا على انطلاقة هذا اللقاء. بالنسبة لتشكيل نادي الريان في هذه المواجهة: حمدي المساوي عملاق حراسة المرمى رقم 21، 6 علي عناد، 4 أمين زكار، ناصر المهيني 16، عبد الكريم الحلو 12، 31 مبارك البعينين، أنس السويدان 20، عبد الله بخيت 27، عبد الله كريم 11، 10 نصر الدين مقديش، محمد وليد غزال 7، محمد سعيد 81، 77 خليفة حمد، و 99 إبراهيم البرويني، 66 عبد العزيز الخلفي. إذن 2-1 التقدم للنادي العربي مع بداية هذا اللقاء. نذكر بأنه ترتيب الفريقين مع مرور جولتين على الانطلاقة: نادي الريان في المركز قبل الأخير بهزيمة وحيدة أو هزيمتين إن صحت العبارة، بما أن الهزيمة الأولى كانت بالتغيب وهزيمة إدارية، ونقطتين إذن في رصيد نادي الريان. بالمقابل العربي 4 نقاط من تعادل وخسارة. إذن العربي يسعى من خلال هذا اللقاء بأن يؤكد أنه قد يكون رقما صعبا في النسخة الحالية 2018-2019 للدوري القطري لكرة اليد. والآن الهجمة تصبح معاكسة لمصلحة نادي الريان في محاولة لتعديل الأوتار، ويأتي نعم هدف التعادل لمصلحة الريانية عن طريق أمين زكار بهذه الكيفية. 2-2 و3 دقائق أولى من عمر هذا الشوط الأول في صالة تحيل الرياضية تقريبا 20 كيلومتر بعيدة عن قلب الدوحة، وهذه الصالة المونديالية والتي احتضنت فعاليات مونديال كرة اليد سنة 2015، وكذلك ستحتضن فعاليات مونديال الأندية لأبطال القارات في 16 من شهر أكتوبر الجاري إلى غاية 19، مع قدوم العديد من الأندية وعمالقة اللعبة في القارات على غرار مونبيليه الفرنسي وكذلك فريق فوكسي برلين الألماني، ولا ننسى ممثل كرة اليد القطرية نادي السد والحمامات التونسي. هذه محاولة وهجمة لمصلحة النادي العربي، والإنذار يشهر في وجه اللاعب الرياني في هذه العملية الأخيرة مبارك البوعينين بعد التدخل على لاعب النادي العربي في الكرة الأخيرة. إذن هجمة منتظمة للنادي العربي، ويجد الآن بعض الصعوبات بعد ما استغل الفاست بريك في الدقائق الأولى. الآن يجد العربي بعض الصعوبات في بداية هذا اللقاء، ومحاولة لإحراز ثالث الأهداف، والخطأ موجود نعم، ورمية 9 أمتار لمصلحة النادي العربي. يستأنف اللعب الآن، مازال التمرير، التسديدة قوية وعالية في الشباك الخلفية، والخطأ مجددا لمصلحة النادي العربي.
كرة الآن ورمية 9 أمتار، تسديدة قوية، الدفاعات الريانية حاضرة، وهجمة معاكسة الآن لمصلحة نادي الريان. يتألق حارس المرمى الرياني في الكرة الأخيرة عبد الله، يتألق إذن حارس المرمى الرياني في الكرة الأخيرة، وتعود الهجمة الآن لمصلحة نادي الريان. نتمنى أن نشاهد مباراة بنفس الإثارة والحماس الذي شاهدناه في اللقاء الافتتاحي في هذه الصالة الرئيسية. هدف جميل وجميل للغاية في الكرة الأخيرة، إذن أجمل أهداف المباراة حتى اللحظة عن طريق ناصر الدين مقديش بهذه الكيفية. إذن يغالط الحارس ويمنح التقدم للريان لأول مرة منذ انطلاقة هذا الشوط، بعد ما شاهدنا العربي سيطر في الثواني الأولى. نهاية مباراة الوكرة والسد بانتصار الوكرة 20-17، ومرة أخرى يؤكد الوكرة بأنه سينافس على اللقب، رغم أنه بداية الموسم شاهدناه في الموسم الماضي خسر الرهان في الأسابيع الأخيرة والأمتار الأخيرة من عمر الدوري أمام نادي أتحيل، لكنه لم يخرج خالي الوفاض ليفوز بكأس صاحب سمو أمير البلاد المفدى لكرة اليد في نفس هذه الصالة. 3-3 ينجح النادي العربي في تعديل الكفة، ويبدو أن الأمور متكافئة في هذه المباراة في بدايتها. طبعا عندما تكون هذه الأمور في البداية متكافئة، أكيد بأن الشو والفرجة سيكون مضمون في بقية الدقائق. ومرة أخرى نفس اللاعب الرياني يتألق في الكرة الأخيرة، نصر الدين مقديش بتسديدة ذكية وجميلة للغاية، ينجح في إحراز الهدف الرابع لمصلحة نادي الريان. إذن الهجمة الآن لمصلحة النادي العربي قوية، لكن في الشباك الخلفية فاست بريك، جميلة المتابعة، لا يحتسب الهدف، دخول في المنطقة، كاد أن يحرز مقديش 3 أهدافه على التوالي. وهذا الرد من النادي العربي، تسرع في هذه اللحظات وإذاعة للعديد من الكرات، كان بالإمكان أفضل مما كان لكلا الفريقين، لكن تبقى النتيجة على حالها 4-3 تقدم رياني. ونعود إلى الهجمات المنتظمة، والريان يبحث إذن عن الثغرات الآن. لكن الكرة تضيع والخطأ موجود لمصلحة نادي الريان. تلعب الكرة الآن ريانية، الخطأ موجود، نعم، وإشهار البطاقة الصفراء في وجه باسل عوض لاعب الدائرة الحديدي العنيد والعتيد. تلعب الكرة الآن لمصلحة النادي العربي، وسلسلة من التمريرات، التسديدة جميلة جميلة جميلة، وتغالط الحارس علي جربة بهذه الكيفية، ينجح نادي الريان في إحراز الهدف الخامس. هل ينجح في تحقيق أولى انتصاراته نادي الريان منذ انطلاقة الموسم، بعد التغيب عن الجولة الافتتاحية؟ هل يكون رقما صعبا، خاصة وأنه من المدارس العريقة للعبة في قطر؟ نادي الريان أحد أعمدة هذه اللعبة، التصدي من قبل الحارس الرياني عبد الكريم الحلو، يعيد الكرة لنادي الريان. أوه أوه، لا تصد ولا ترد، جميلة الكرة الأخيرة
من مبارك البوعينين وحماس كبير لدى لاعبي نادي الريان بعد هذا الهدف، خاصة وأنه سجل ضعف ما سجله النادي العربي حتى الآن مع مرور ثلث شوط المباراة الأول 6-3، إذن لمصلحة نادي الريان أمام نادي العربي. وقت مستقطع في انتظار استكمال بقية ردهات المواجهة. نذكر بأنه نادي الريان يبحث عن انتصاره الأول كما قلت بعد هزيمتين، الأولى كانت بالغياب هزيمة إدارية والثانية في الجولة الماضية. ونؤكد بأنه هذا الأسبوع الثالث 5 مباريات الأهلي والخور، انطلقت المواجهة في الصالة الرئيسية السد أمام الوكرة. الريان العربي التحيل نادي قطر في 6:30 في الصالة الفرعية، وبداية مباراة الغرافة والشمال ستعطى في القاعة الرئيسية عند الساعة 8:45. يستأنف اللعب الآن والكرة من باس العوض لمصلحة النادي العربي 6-3 للريان. وأكيد بأنه العربوية في محاولة لتقليص الفوارق الآن في ظل هذا التقدم ربما ما شاهدناه من النادي العربي في الجولتين الأوليين، يؤكد بأنه الفريق قد ينافس على إحدى المراكز الأولى، ولو أنه طبعا في السنوات الأخيرة الرهان حول الألقاب انحصر بين الوكرة ونادي تحيل. خطأ هجومي من باس العوض وتعود الهجمة لمصلحة النادي الريان، والامتلاك الآن في محاولة لتعزيز الفارق. الكرة الآن ريانية من غزال نصر الدين مغديش، الخطأ موجود وكما نشاهد إذن استبعاد لباسل عوض، ربما سيكون استبعاد مؤثر نظرا لقيمة هذا اللاعب وعطائه الغزير. الامتلاك لنادي الريان ومحاولة لتعزيز الفارق إلى 4 أهداف، رفعة جميلة للكرة بالحارس علي جربة. بهذه الكيفية إذن ينجح الرياني. علي عنيت في إحراز الهدف السابع 7-3، وبداية طيبة بالنسبة لنادي الريان. بالمقابل أكيد أن النادي العربي صعوبات جمة يجدها الآن، هو كلاسيكو ومباراة تقليدية كلاسيكية في قطر دائما ما نتابعها في كل الاختصاصات وخاصة في لعبة كرة اليد. كلا الفريقان له صولات وجولات. محلية خاصة، والكرة الآن للنادي العربي، يعني يغيب التركيز على لاعبي النادي العربي. جميلة الكرة الأخيرة، المال لا 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 لا، يعني فواز عبد الله قدم الكثير، عفوا لاعب الرياني قدم الكثير في هذا الشوط الأول نصر الدين مقديش، لكنه يحاول أن يقوم ببعض الفنيات في اللقطة الأخيرة ويضيع فرصة الهدف الثامن وتعميق الفارق إلى 5 أهداف. حوالي 13 دقيقة مرت على انطلاقة هذا الشوط الأول. العربوية في بحث عن تقليص الفارق وعودة سريعة لفواز عبد الله، يمنع الكرة الأخيرة من ملوش شباكه، وعودة الحارس علي جربة. جميلة العملية الأخيرة، جميلة هوائية فضائية تمنح الهدف الثامن لمصلحة نادي الريان، ويعوض اللاعب نصر الدين مقديش الخطأ الذي ارتكبه منذ قليل بإذاعته لفرصة كانت سهلة لنادي الريان
للرهيب، وينجح إذن مقديش في إحراز الهدف الثامن لمصلحة الريانية. تتبعثر أوراق النادي العربي في بداية هذا الشوط. ربما الريان يقدم الآن أوراق اعتماده بأنه قد يكون منافس شرس وليس باللقمة السائغة لبقية الأندية التي ترى في نفسها على منصة التتويج نهاية الموسم. ومواصلة لتألق الحارس الرياني فترة فراغ طويلة تقريبا أكثر من 8 دقائق مرت، والعربي لم يتمكن من إحراز أي هدف. توقف عداده عند الهدف الثالث. لابد من الإشادة بالحارس عبد الكريم الحلو. هذا ما فعله عبد الكريم الحلو، وما أدراك في بنك الاحتياط يوجد حارس الدولي التونسي ميساوي، حارس عارين النادي الإفريقي سابقا. والكرة الآن للنادي العربي 9-3، اتساع الفارق إلى 6 أهداف. انتصف شوط المباراة الأول، والكرة الآن عربوية. هل ينجح الآن في فك شفرة الدفاعات الريانية بعد فترة جفاف؟ خطأ من فواز عبد الله، خطأ هجومي، وتعود الكرة الآن ريانية في محاولة لعكس الهجوم. والوصول إلى الهدف العاشر. الريان في الأسبوع المقبل في نفس هذه السالة سيخوض غمار الجولة الثالثة. وليد غزال والآن في قيادة الهجمة الريانية. دفاع عربي صامت حتى اللحظة. تفتك الكرة، لا، لم ينجح العربي في التقاط هذه الكرة. ربما كان الفاست بريك يعطيه أمل وفرصة في فك النحس الذي رافقه خلال الدقائق الأخيرة. وليد غزال، تسديدة قوية في الشباك الخلفية. علي الجربة إلى فواز عبد الله، معتصم عبد الواحد، فواز عبد الله. الخطأ موجود، نعم، والحكم يشهر البطاقة الصفراء. في وجه أمين زكر. فواز عبد الله إلى معتصم عبد الواحد. فواز، تبديل للمراكز. معتصم، محاولة التمويه، الخطأ موجود. تعود الهجمة الآن للعربوية. باسل عوض بتنفيذ رمي 9 الأمتار. الكرة إلى مصطفى علي، قوية قوية للغاية. وينجح العربوية الآن في إحراز الهدف الرابع. طال انتظار هذا الهدف، تعب من أجله، وقد يغير بعض المعطيات الآن بما أنه العربي معنويا سيتحسن أداؤه أكثر. والامتلاك للريانية، مطالب العربوية بتحسين الدفاعات من أجل تقليص الفارق تدريجيا. حتى اللحظة متماسك الدفاع العربوي. الحكم يطالب باستئناف اللعب، يجد الثغرة وهدف ذكي. الفرصة الأخيرة وهدف جميل لمصلحة النادي، نادي الريان. 10-4 إذن، فارق 6 أهداف يحافظ عليه الريان.
أكيد بأنه بداية مباراة طيبة بالنسبة للريانية. الهجمة الآن عربوية، نذكر بأنه الدوري سيتوقف مع نهاية شهر نوفمبر وفسح المجال لمنتخب العنابي أدعم اليد من أجل الاستعداد جيدا للمشاركة في مونديال كرة اليد الذي سيقام في القاعات الدنماركية الألمانية. المنتخب القطري في محاولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على غرار ما فعله في سنة 2015، ومباريات ستكون قوية في مجموعة تضم كل من منتخب أنغولا بالإضافة إلى المجر الأرجنتين السويد والمنتخب المصري. أكيد بأنه سيحاول أن يكون بين المركزين الأول والثاني حتى يضمن لقاءات أفضل في الدور الثاني. وهذا فاست بريك ممتاز جدا للنادي العربي عن طريق هاني مروان ينجح في إحراز الهدف الخامس. إذن ينجح النادي العربي إذن في إيقاف سلسلة إهدار الهجمات المعاكسة التي شاهدناها في الدقائق الأخيرة. وعشرة خمسة الآن للريان، لو حافظ الريان على هذا التقدم أكيد بأنه نفسيا الدخول إلى حجرات الملابس سيكون جيد للغاية. ومر ثلثاء شوط الأول إذن مع بداية العد التنازلي والعشر دقائق الأخيرة من عمر نصف اللقاء الأول، ورمية سبعة أمتار لمصلحة الريان يتقدم للتنفيذ. والهدف، نعم يأتي الهدف عن طريق عبد الله كريم، إذن ينجح في إحراز بلاس سيكس. والامتلاك الآن عربوي، فواز عبد الله مع دخول نيكولا ميلوزوفيتش. هل ينجح طويل القامة المحترف في النادي العربي في تحسين أداء العربوية؟ هذا هو نيكولا ميلوزوفيتش، بس العوض في تنفيذ رمية تسعة أمتار. فواز عبد الله، التسديدة جانبية بكيفية غريبة، كرات سهلة يضيعها النادي العربي، يعني فريق يهزم في نفسه حقيقة حسب ما نشاهده الآن. التريث غائب والتركيز غائب عن ختام العمليات الهجومية، في حين أن الريان حتى اللحظة يستغل تلك الأخطاء ونجاعة هجومية مكنته من إحراز 11 هدف حتى اللحظة. وليد غزال يتحرك، محاولة التسديد من بعد سهلة، سهلة في حقيقة الأمر، كان مطلوب فاست بريك للعربوية ودخول نيكولا ميلوزوفيتش بالإضافة إلى إسماعيل حمد الآن في هذه الهجمة. فواز عبد الله، نيكولا ميلوزوفيتش، سلسلة من التمريرات، محاولة التسديد سهلة في يدي حارس المرمى الرياني. وتعود إذن رمية جانبية للعربوية. يتألق عبد الكريم الحلو في هذا الشوط الأول كذلك، لابد من اعطاء لكل ذي حق حقه. تألق هذا الحارس بالعديد من التصديات واستبعاد بدقيقتين، نعم استبعاد بدقيقتين في التشكيل الرياني الان. ولابد من بالنسبه للعربوي من استغلال هذا النقص العددي في هذه الفتره، طبعا مع تبقي اقل من سبع دقائق عن نهايه شوط المباراه الاول، لابد من تقليص الفارق.
هذا باسل عوض في تنفيذ هذه الكرة. فواز عبد الله نقص عدد الآن هل ينجح في استغلاله؟ نيكولا ميلوزوفيتش يصعد. نعم هذا ما يجب فعله بالنسبة للنادي العربي واستغلال طول قامة اللاعب نيكولا ميلوزوفيتش ما شاء الله. وفي ظل هذا النقص العددي بالإمكان فتح الثغرات في الدفاعات الريانية والعودة تدريجيا في هذا الفارق 11-6. لكن سنشاهد الآن ثوب نادي الريان في حالة النقص العددي، ماذا يستطيع أن يفعل؟ والمدرب يعتمد لاعب سادس بإخراج حارس المرمى. طبعا هي الخطة التي سلاح ذو حدين، تضيع هذه العملية وتعود بفاست بريك للنادي العربي مع عودة الحارس بسرعة. الثغرة موجودة بس العوض. نعم يأتي الهدف السابع الآن، يأتي الهدف السابع كما قلت. إن أراد العودة في النتيجة النادي العربي لابد عليه من استغلال النقص العددي. والكرة الآن ريانية 11-7 ماينس 4، وطبعا وقت مستقطع. أكيد بأن المدرب الرياني سيحاول أعطاء بعض النصائح في ظل استغلال النادي العربي للنقص العددي وإحرازه لهدفين متتاليين. يخاف طبعا من العودة في النتيجة، العودة في مثل هذا التوقيت قد تعطي منعرج آخر في شوط المباراة الثاني بالنسبة للعربوية والذين خسروا أمام السد في الجولة الماضية بفارق هدفين، في حين في الجولة الافتتاحية النادي العربي كان فاز على الغرافة 28-25. بالنسبة للريان طبعا خسر إداريا 10-0 أمام نادي قطر. ثم في المباراة الثانية، مباراة كانت مثيرة للغاية ومنقولة على صفحة اليوتيوب الرسمية للاتحاد القطري لكرة اليد، 23-23 الريان الأهلي على غرار ما تابعناه في مباراة الأهلي والخور منذ قليل، مباراة مثيرة ومثيرة للغاية. الهجمة الآن لنادي الريان، هل ستطبق تعليمات المدرب وينجح الريانية في فك شفرة الدفاعات العربوية الآن؟ كالعادة يتم الاستغناء عن خدمات الحارس مؤقتا. الخطأ موجود، رمي 9 أمتار. استئناف اللعب الآن والهجمة ريانية. التسديد قوية جدا قوية. نجم الريان في هذا الشوط الأول نصر الدين مقديش فقط كورة كان حاول أن يقوم بالشو والفرجة فيها، هي النقطة الوحيدة التي قد تعاب على هذا اللاعب في شوط المباراة الأول. لكن غزارة تهديفية وأداء قوي من هذا اللاعب. أقل من 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. نيكولا مينوزوفيتش إلى فواز عبد الله، سلسلة من التمريرات، الباحث عن الثغرات نيكولا ميلوزوفيتش. التمرير تتماسك الدفاعات الريانية طبعا مع اكتمال النصاب ونهاية وقت الاستبعاد. فواز عبد الله جميلة جدا الكرة الأخيرة. إسماعيل حمد جميلة جدا ينجح في إحراز الهدف الثامن 12-8. يتحسن أداء العربوية في هذه اللحظات. والكرة الآن لنادي الريان 12-8. سلسلة من التمريرات، وليد غزال يبحث عن الجناح، ضايع الكرة، فرصة أخرى للنادي العربي.
والحكم يطالب بإيقاف التوقيت. فواز عبد الله سين مراد نيكولا ميلوزوفيتش حمد وليد فواز عبد الله نيكولا ميلوزوفيتش هاني مروان ميلوزوفيتش هاني مروان فواز عبد الله البحث عن بيس العوض. جميلة جميلة العملية الأخيرة، يعني شتان بين أداء العربوية في ربع الساعة الأول وفي هذه الدقائق الأخيرة 12-9. يتقلص الفارق الآن أكيد بأنه نتمنى أن تكون النتيجة متكافئة لضمان أكثر إثارة وفرجة في هذا اللقاء. والهجمة الآن للرهيب، محاولة التسديد بس العوض يقوم بتثبيت المهاجم الرياني. بارك البوعينين بارك البوعينين. التسديدة مازال امتلاك رياني. نعم يأتي الهدف، ينجح عبد الله كريم بهذه الكيفية في إحراز الهدف الثالث عشر. 13-9 بلاس فور للريان. الهجمة الآن للعربوية. فواز عبد الله إلى هاني مروان بس العوض يخرج من الدائرة. نيكولا ميلوزوفيتش فواز عبد الله نيكولا ميلوزوفيتش قوية، ما زالت المتابعة ويأتي الهدف. نعم 13-10 ينجح هاني مروان إذن في إحراز الهدف العاشر لمصلحة النادي العربي. وتقريبا أقل من دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول. هل ينجح الريان في تعميق الفارق إلى 4 أهداف أم أن العربوية سيتمكنون من تنفيذ فاست بريك وتقليص الفارق إلى 2 قبل نهاية شوط المباراة الأول، ما يعطي حماسة إضافية لهذه المباراة. 20 ثانية بالتحديد. الكرة الآن للريان، رمي 9 أمتار، تسديدة قوية، علي جربة في التصدي. مازال الامتلاك رياني. وليد غزال يبحث عن الثغرة، محاولة التسديد والتثبيت. 3 ثواني الكرة الأخيرة، علي جربة في التصدي. إذا ينتهي مشاهدينا الكرام شوط المباراة الأول بتقدم الريان على حساب نادي العربي ب 13-10. أكيد الفرجة مازالت متواصلة ومضمونة على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على اليوتيوب من خلال فعاليات شوط المباراة الثاني إن شاء الله.
عدنا مشاهدينا الكرام والعود أحمد إذن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني للجولة الثالثة للدوري القطري لكرة اليد والمواجهة التي تجمع فريق الريان بنظير والنادي العربي بعدما انتهى شوط المباراة الأول بتقدم رياني بفارق 3 أهداف 13-10 إذن والامتلاك في انطلاقة نصف اللقاء الثاني لمصلحة الرهيب. طبعا أكيد بأن تعليمات المدربين في حجرات الملابس تؤكد وتلح إلحاحا على ضرورة تعميق الفارق بالنسبة للنادي الرياني وتقليص الفارق بالنسبة للعربوية. أكيد بأن شوط المباراة الثاني سيكون أكثر إثارة أكثر تنافس وأكثر حماس مقارنة بشوط المباراة الأول. الهجمة الآن للرهيب ومحاولة لإيجاد الثغرات عن طريق اللعب أنس سويدان في هذه العملية الأخيرة. هجمة من سويدان وتصدي من الحارس العرباوي تعود برمية 9 أمتار. إذن تسديدة قوية في الشباك الخلفية إذا تمر جانبية وهجمة الآن للنادي العربي. دقيقة ونصف ولم ينجح أي فريق في إحراز أي هدف حتى اللحظة. واضح بأنه صعوبات جمة في بداية هذا اللقاء من أجل اختراق الدفاعات. فواز عبد الله، ميلوزوفيتش، نيكولا إلى فواز عبد الله من جديد، ميلوزوفيتش إلى مروان، محاولة رفع الكرة جميلة 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 عربوية حمراء وبيضاء. الكرة الأخيرة إسماعيل حمد بكيفية أكثر من رائعة يتمكن من إحراز الهدف 11 ويقلص الفارق إذن إلى هدفان 13-11. والهجمة الآن ريانية، السويدان إلى أمين زكار نحو نصر الدين مقديش، التسديدة والخطأ موجود، صفيرة الحكم تعلن عن خطأ. عودة إلى رمي 9 أمتار، نصر السويدان محاولة التمرير ذكية، التمريرة الأخيرة من نصر الدين مقديش، سويدان محاولة التسديد من بعد وتصدي حارس العربي. فاست بريك للعربي، ضايع الكرة ويصبح الآن الهجمة المعاكسة من نصيب النادي الريان. تسديدة قوية تضيع مرة أخرى، اشتعلت المباراة في هذه الدقائق الأولى، تسدي بتسدي إنه حمدي الميساوي ينجح. حمدي الميساوي إذن في هذا التصدي وإعادة الكرة لزملائه. قلت يعني حراسة المرمى كانت ناجحة بالنسبة للريان في شوط المباراة الأول، فما بالك إن تم إقحام حمدي الميساوي في شوط المباراة الثاني. رغم أنه لاعبي العربي نشاهد في حماسة أكثر، نشاهد في استبسال أكثر في انطلاقة هذا الشوط. قوية تسديدة، ينجح أمين زكار إذن في إيقاف سلسلة الفرص المهدرة بالنسبة للريانية مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. و 14-11 للريان. فواز عبد الله صانع اللعب، بلاي ميكر العربوية، ذكية التمريرة، يا الله الفرجة الآن مضمونة. التمرير الذكي من هاني مروان والتسديد الجميل من اللاعب اسماعيل حمد. 14-12 شوط ثاني مغاير لشوط المباراة الأول. 5 دقائق أولى مثيرة فرجوية والكرة الآن ريانية مع دخول مبارك البوعيني. أمين زكار بس العوض
نصر الدين مقديش، هل تضيع الكرة؟ ليه مازال الامتلاك رياني، مازال الامتلاك الرياني، وإصابة اللاعب عبد الله شريم. ليه الهدف يأتي إذن من مبارك البوعينين، يتألق مبارك البوعينين في العملية الأخيرة وينجح في إحراز الهدف الخامس عشر. متشبث الريان بفارق 3 أهداف، ومتشبث العربوية بتقليص الفارق، متشبثون وصامدون. نيكولا ميلوزوفيتش إلى باس العوض والتصدي من حمد المساوي، لكن الخطأ موجود وعملية الدفع واضحة، ليكون قرار الحكم رمية 7 أمتار لمصلحة النادي العربي. يتقدم للتنفيذ هاني مروان وجها لوجه مع حمد المساوي وينجح في مغالطته رغم محاولة حمدي التصدي للكرة الأخيرة. 15-13، بداية تعد بالكثير لهذا الشوط الثاني، والكرة الآن للرهيب بارك البوعينين إلى أمين زكار. بارك البوعينين ممتازة سلسلة التمريرات الأخيرة، جميل التصدي من الجهة الأخرى، تصدي أكثر من رائع، وهجمة الآن للنادي العربي. هاني مروان ممتاز، هاني مروان ارتقاء عاليا يحلق هاني ويتمكن من إحراز الهدف 14 وتقليص الفارق إلى هدف يتيم. تتغير المعطيات إذن في شوط المباراة الثاني، والكرة الآن ريانية. يعلم جيدا لاعب الريان بأن إذاعة هذه الفرصة قد تمنح العربوية أمل التعادل بعدما وصل الفارق لغاية 6 أهداف في هذه المباراة ورمية 7 أمتار بعد التدخل على لاعب عبد الله. ويتقدم أخصائي الرميات 7 أمتار في التشكيل الرياني، نصر الدين مقديش للتنفيذ مع دخول الحارس علي جربة في التشكيل العربوي. التسديدة والتصدي من الحارس، نعم التغيير ناجح في حراسة المرمى في هذه الرمية، وفرصة تعديل الكفة الآن. ماذا سيفعل العربوية؟ هجمة منتظمة بقيادة فواز عبد الله، لا مازال الامتلاك عرباوي والخطأ موجود، تعود للريان، لابد من السرعة في تنفيذ الفاست بريك. يا الله نصر الدين مقديش، جميلة جدا العملية الأخيرة والهدف 16، يعني كان بالإمكان أفضل مما كان العربوية، فرصة كانت بالنسبة لي مواتية لتعديل الكفة لمشاهدة التعادل والذي لم نشاهده بعد مرور 5 دقائق أولى. هاني مروان ينجح إذن في مغالطة حمد المساوي، دفاعات الريانية تجد الصعوبات الآن. هجمة الآن لمصلحة نادي الريان في محاولة للحفاظ على فارق الهدفين. خليفة حمد إلى أمين زكر، خليفة حمد محاولة تسديد من بعد، ممتاز التمويه، لكن رمي 9 أمتار لمصلحة الريان في التنفيذ. أمين زكر
والخطأ موجود. نعم فواز عبد الله يرتكب الخطأ على اللاعب نصر الدين مخديش في هذه العملية الأخيرة. سلامات إن شاء الله. تدخل قوي ليتم استبعاد اللاعب. فواز عبد الله استبعاد بدقيقتين والكرة ريانية رميت 7 أمتار. نعم ينجح الريان عن طريق محمد سعيد في إحراز الهدف 17. سبعتاش 15 إذن للريان مع مرور ثلث توقيت شوط المباراة الثاني، والعربوية في محاولة متجددة متكررة لتقليص الفارق. بس العوض معتصم عبد الواحد، هاني مروان، هاني مروان إلى بس العوض ذكية فرجوية العملية الأخيرة، هدف رائع لمصلحة العربوية. 17-16 إذن مشاهدينا الكرام، والتقدم ليزار رياني. يترصد النادي العربي الآن، يمني النفس بإذاعة الكرة من قبل الريان وتعديل الكفة. هذا هو الذي يحصل الآن في هذه اللحظة. هاني مروان جميل الارتماء، فنية فرجوية، يعتمد على الشو في الكرة الأخيرة. 17-17. نعم مشاهدينا الكرام نتابع الآن التعادل في صالة التطحين الرياضية، لم نشاهده منذ الدقائق الخمسة الأولى من عمر هذا اللقاء. منعرش آخر للمباراة، الفرجة مضمونة، الحماس موجود، تسديدة وتصدي من الحارس حسين مراد. حقيقة أبلى البلاء الحسن هذا الحارس في شوط المباراة الثاني، قدم الكثير وساهم في عودة فريقه في النتيجة. تابعوا سلسلة التصديات من هذا الحارس، يتألق الآن. رمي 9 أمتار لنادي الريان، وليد غزال إلى أمين زكار، خليفة حمد مرة أخرى إلى أمين زكار، الخطأ موجود. دفاعات حصينة متماسكة تشدد الرقابة على التحركات الريانية، ووقت مستقطع. طبعا الأمور والرياح تجري بما لا يشتهيها المدرب الرياني في هذه اللحظات، وعودة العربوية في النتيجة 17-17. إذن الفرجة مضمونة في هذا اللقاء على غرار ما تابعناه في اللقاء الافتتاحي في هذه السالة. بعد ما شاهدنا تعادل مثير بين الأهلي والخور 27-27، في حين أن القاعة الفرعية شهدت انتصار الوكرة، الانتصار الثالث للقادمين من الجنوب على حساب السد 20-17. وبذكرنا لنادي السد نذكر بأنه سيكون ممثل الراية القطرية في السوبر جلوب القادم. صفيرة استئناف اللعب إذن، والهجمة الآن لمصلحة نادي الريان. رمي 9 أمتار. 17-17، وضعية لا يحسد عليها نادي الريان في حقيقة الأمر، بعد ما نجح في تعميق الفارق إلى غاية 6 أهداف في شوط المباراة الأول. تسديدة قوية، ينجح إذن خليفة حمد في مغالطة الحارس حسين مراد بتسديدة قوية بعيدة،
ويفك شفرة الدفاعات العربوية 18-17. هاني مروان إلى فواز عبد الله نيكولا ميلوزوفيتش، هذا هو الثلاثي المحوري في الهجمات العربوية. هاني مروان محاولة التسديد، يأتي الهدف، نعم التعادل مجددا. هاني مروان أتعب حراسة المرمى الريانية في هذا اللقاء، صراحة أداء متميز من هذا اللاعب خلال رديات الشوط الثاني، والمحاولة الآن ريانية لاستعادة الأسبقية تضيع بكيفية غريبة على النادي العربي. وفي تنفيذ الكرة الجانبية حسين مراد إلى بس العوض، نشاهد في التفاهم والتجانس والتنسيق بين الثلاثي هاني مروان نيكولا مينوزوفيتش فواز عبد الله، كأننا شاهدنا عربي آخر في شوط المباراة الأول، ثوب جديد. نتابع كذلك هنا في نصائح مقدمة لحراسة المرمى العربوية لحسين مراد، الكرة إلى فواز عبد الله، هاني مروان نيكولا ميلوزوفيتش، التسديدة في الشباك الخلفية، أضاع العربوية فرصة التقدم لأول مرة في شوط المباراة الثاني. والهجمة الريانية خليفة حمد ممتازة المراوغة، وحسين مراد في التصدي، لكن حكم المباراة يعلن عن الخطأ ورمية 7 أمتار لمصلحة نادي الريان. إذن البطاقة الصفراء تشهر أحد الجالسين في دكة احتياط النادي العربي، ينفذ محمد سعيد هذه الرمية، رمية القائم كذلك يرفض، القائم كذلك يعاند الريان في هذا الشوط الثاني، والامتلاك عرباوي في هذه اللحظات. هاني مروان إلى زميله إسماعيل حمد، هاني مجددا فواز عبد الله، نيكولا ميلوزوفيتش، فواز عبد الله، هاني مروان التحرك جيدا والبحث عن لعب الدائرة بيسر عوض، رمي 9 أمتار تنفذ بسرعة، ينجح اللعب إسماعيل حمد إذن في منح الأسبقية لأول مرة منذ انطلاقة شوط المباراة الثاني لمصلحة النادي العربي. إذا تتغير المعطيات، وربع ساعة أخير في عمر هذا الشوط الثاني، سلسلة من التمريرات الآن والبحث عن تقليص الفارق، الخطأ موجود وتعود برمي 9 أمتار. الريان الذي توج بلقب الدوري مواسم 82-81 83-84، كذلك 84-85 86-87، القاب بالجملة لهذا الفريق الذي يعتبر من المدارس العريقة لعبة كرة اليد في قطر. الهجمة الريانية في ظل تحسين الدفاعات العربوية، استبسال من باسر عوض وهاني مروان، وتعود الهجمة الآن ريانية، رمي 9 أمتار، تسديدة من بعد، أمين زكار تمر جانبية في الشباك الخلفية، ويعود الامتلاك عربوي الآن بقيادة هاني مروان. تكون أكثر المباريات إثارة في هذه الجولة
خاصة بعد ما شاهدنا كذلك مباراة في حقيقة الأمر لا تقل حماسة التي جمعت بين الأهلي والخور وانتهت بالتعادل. نيكولا ميلوزوفيتش إلى فواز عبد الله، محاولة المراوغة، حامدي الميساوي يتألق الآن، الكرة في القائم. الحارس الثاني لنادي الريانث عبد الكريم الحلو. الأمور لم تكن كما يشتهي حمدي الموساوي في شوط المباراة الثاني. 19-18 للنادي العربي، وحسين مراد يتصدى لكن الاستبعاد لهاني مروان بعد ما شاهدنا أداء ممتاز لهذا اللاعب. هل ينجح الرهيب في استغلال النقص العددي الآن؟ بارك البوعينين إلى وليد غزال، أمين زكار، وليد غزال إلى أمين زكار، مبارك البوعينين. خطأ هجومي موجود، دخول بقوة، والكرة الآن ستعود إلى النادي العربي مع إمكانية تعميق الفارق إلى بلاس 2. فارق الهدفين شاهدناه في الدقائق الثلاث الأولى لمصلحة النادي العربي. الكتيبة الحمراء والبيضاء تبحث عن تعميق الفارق طبعا. باسل عوض، وتعود رمي 9 أمتار. فواز عبد الله، نيكولا ميلوزوفيتش، معتصم عبد الواحد، نيكولا ميلوزوفيتش إلى باسل عوض. جميلة العملية الأخيرة. 20-18. ماذا يحدث للريان في هذا الشوط الثاني بعد الأداء الغزير والأهداف بالجملة في شوط المباراة الأول؟ وفارق 6 أهداف اضمحل وانصهر أمام الأداء القوي من العربوية في شوط المباراة الثاني. وليد غزال في التسديد، واضح أنه الأذهان متشتتة بالنسبة للاعبي الريان رغم النقص العددي في صفوف العربوية، وهذا استبعاد آخر. لكن المعنويات حتى اللحظة تصب في مصلحة العربوية في ظل السيناريو الحاصل في صالة التحيلة الرياضية. طبعا مباريات المسابقات المحلية سواء الدوري، كأس الاتحاد، كذلك كأس سمو الأمير، كلها يتم احتضانها في هذه الصالة التي تعتبر كذلك مقر للاتحاد القطري لكرة اليد، وهي التي تحتضن كذلك فعاليات الأحداث الكبرى الدولية التي تنظمها على غرار السوبر جروب أو التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية. يتم استئناف اللعبة الآن ورمية 9 أمتار. أمين زكار البحث أكيد عن الثغرات في ظل النقص العددي. 4 لاعبين مع حارس مرمى. ينجح نادي الريان في مغالطة الحارس حسين مراد وإحراز الهدف 19. إذا أراد أن يكتب نتيجة أخرى النادي الرياني وفوز أول في هذا الدوري، لابد عليه أن يستغل النقص العددي في هذه الفترة في التشكيل العربوي. هاني مروان الآن يأخذ مكانه في التشكيل. يتم إخراج حارس المرمى والاعتماد على لاعب إضافي بالنسبة للتشكيل العربوي في الهجوم. ومطالبة بمسح أرضية القاعة. تلعب الكرة الآن من 9 أمتار. هاني مروان يبحث عن باسل عوض والدخول في المنطقة. الهجمة معاكسة الآن لمصلحة الريان.
سيناريو مثير في هذا الشوط الثاني. مد وجزر في النتيجة. ينجح هذا اللاعب عبد الله في منح فريقه رمية سبعة أمتار. يتقدم للتنفيذ وليد غزال وجها لوجه مع حسين مراد. هل تتغير النتيجة؟ نعم، التعادل 20-20. 10 دقائق أخيرة في عمر هذه المباراة. أكيد بأنه الإثارة والحماس مضمونين فيما تبقى من وقت مع بداية العد التنازلي. هاني مروان إلى فواز عبد الله. هاني مروان مجددا فواز عبد الله، بلاي ميكر العربي نيكولا ميلوزوفيتش. والتقدم للاعب علي عناد. لا، الحكم يعيد الكرة لمصلحة العربوية ووقت مستقطع. أكيد العربي يجد بعض الصعوبات بعدما كان متقدما بفارق هدفين في اللحظات الأخيرة. تبادل للأدوار في هذه المباراة ولعبة الكراسي الموسيقية. تورا يتقدم الريان وتورا يتقدم النادي العربي. 20-20، أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة. نذكر بأنها الجولة الثالثة للدوري القطري. الشوط الأول التحيل يتعادل مع نادي قطر 9-9 في الصالة الفرعية. مباراة يبدو أنها مثيرة كذلك. يبدو أن نادي قطر صامت في شوط المباراة الأول هناك، ليس ببعيد عن هذه الصالة. صفيرة استئناف اللعب. إذن مشاهدينا الكرام، الريان العربي 20-20. فواز عبد الله، نيكولا ميلوزوفيتش إلى هاني مروان. فواز عبد الله، محاولة التمرير للعب الدائرة. فاست بريك رياني. لمن الكرة الريانية؟ نعم، سريع مبارك البوعينين، سريع ومتفطن في هذه العملية الأخيرة، ويعيد التقدم لنادي الريان. يقول لا، نحن من تقدمنا في شوط المباراة الأول، نحن من سيطرنا على ردهات نصف اللقاء الأول، ولا بد أن يكون هذا الفوز الأول على حساب العربي منذ بداية هذا الموسم. رياني، لكن العربوية قد تكون كلمة أخرى. نيكولا ميلوزوفيتش بكيفية غريبة تضيع. وليد غزال، فاست بريك لنادي الريان. مبارك البوعينين، سريع، ثم يطالب زملائه بالتريث في هذه الهجمة. أكيد الفريق عاد من تأخر بفارق هدفين في الدقائق الأخيرة، والأسبقية الآن لمصلحته بفارق هدف. أكيد بأنه يسعى من أجل تعميق الفارق. رمي 9 أمتار. عبد الله إلى من زكار. أنس سويدال. الخطأ موجود مرة أخرى. رمي 9 أمتار. والكرة الآن والامتلاك رياني. صعوبات جمة يجدها الريان في هذه الهجمة. هاني مروان في عكس الهجوم. ممتاز ممتاز هاني مروان في العملية الأخيرة، ينجح في تعديل الكفة. إذن 21-21. تعديل الأوتار الآن.
مع تبقي 7 دقائق من عمر هذه المباراة. مبارك البوعينين إلى وليد الغزال. أمين زكار، مباراة مثيرة في حقيقة الأمر. الهجمة ريانية الآن. مبارك، أوه سلسلة من التمريرات الذكية وفتح للثغرة، والختام عن طريق مجديش بكيفية جميلة جدا. ينجح إذن في إحراز الهدف 22 واسترجاع الأسبقية الريانية. لو انتهت المباراة على نتيجة التعادل نقولها صراحة تعادل عادل، لكن قد ينجح فريق في الظفر بنقاط الفوز. وهذا الهدف، نعم، إسماعيل حمد. إسماعيل حمد ينجح في مغالطة الحارس الرياني عبد الكريم الحلو بهذه الكيفية. 22-22 وليد غزال. مبارك البوعينين إلى مين زكار. مبارك البوعينين وليد غزال. أمين إلى علي عناد. أوه جميلة الكرة الأخيرة وإتمام العملية. نعم ممتاز ممتاز. ناصر الدين مقديش شاهدناه، قلت كان بطل نصف اللقاء الأول وفي الوقت الصعب للمباراة، يؤكد بأنه لاعب من طينة الكبار في هذه اللحظات، يرفع الأمال الريانية في هذه المواجهة. وأقل من 5 دقائق على نهاية هذه المواجهة إذن. فواز عبد الله يقترب من الدفاعات الريانية ومطالبة بإيقاف التوقيت لمسح أرضية القاعة. باسل عوض في تنفيذ رمية 9 أمتار. فواز مرة أخرى إلى هاني مروان. إسماعيل حمد إلى مروان. إسماعيل، معتصم عبد الواحد في التسديد. متابعة ممتازة لكن وليد غزال متفتل. فاست بريك لنادي الريان، مطالبة بالتريث أكيد. فارق هدف بالنسبة للريان وتقريبا 4 دقائق على نهاية المباراة. يعلم جيدا وليد غزال بأنه تسجيل هدف الآن وتعميق الفارق إلى هدفين يعني الكثير، ويمهد طريق النصر في هذه المباراة. بارك البوعينين أمين زكا. بارك البوعينين وليد غزال، محاولة التسديد تعود برمي 9 أمتار. بارك البوعينين وليد غزال. الخطا موجود. فاست بريك. هاني مروان، هاني مروان. اوه جميلة جميلة العملية الأخيرة. 23-23 ولو أنه غامر في مثل هذه العمليات لابد من التسديد ببساطة وضمان الهدف. بحث عن الفرجة وبحث عن الهدف ونجح في ذلك. ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر، إلى نقطة التعادل 23-23. التنافس على أشد في هذه الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. الامتلاك رياني. وليد غزال إلى مبارك البوعينين. مرة أخرى إلى مين زكار. مبارك البوعينين وليد غزال. مبارك البوعينين أمين زكار. وليد غزال. مبارك البوعينين. متفتل.
وقت مستقطع اذا، وقت مستقطع اكيد لابد من وقت مستقطع في هذه اللحظات، لحظات مؤثرة طبعا. ونصائح المدربين من أجل تعديل الأوتار. آخر ثلاث دقائق من عمر هذه المباراة، ذكر بأنها الجولة الثالثة هي الدوري القطري لكرة اليد. يستأنف اللعب إذن برمية 9 أمتار ريانية في هذه اللحظات، ووليد غزال كالعادة في قيادة الهجمات الريانية. مبارك البعينين، لابد من البحث عن الأجنحة. تسديدة قوية، وليد غزال ينجح في مغالطة حسين مراد ويعيد الأسبقية للريان 24-23 24-23 إذن للريان أمام العربي، ودقيقتان متبقيتان من عمر هذا الشوط الثاني. البحث عن فواز عبد الله مع دخول مصطفى علي. الأعصاب مشدودة في دكتي الاحتياط الآن. رمي 9 أمتار للنادي العربي. مصطفى علي لفواز عبد الله، باسم عوض، الخطأ موجود، خطأ بدائي في حقيقة الأمر من لاعب خبرة في هذه العملية الأخيرة. وتعود الهجمة الآن ريانية، قد ينجح في حسم المباراة إن أكمل هذه الهجمة بالطريقة المثالية. لكن دقيقة ونص في لعبة كرة اليد وقت كثير في ظل أن الفارق هدف وحيد. الهجمة ريانية الآن من زكار إلى وليد غزال. مبارك البعينين، مبارك البعينين، يعود برمي 9 أمتار. تلعب الكرة الآن، مبارك البعينين أراد أن يحسم هذه المباراة وله الحق في ذلك. يتألق هذا اللاعب، استغل سرعته الفائقة وليونة التحركات وهذا الرد السريع من العربوية. نعم، إسماعيل حمد ينجح في الرد السريع. 25-24 46 ثانية بالتحديد هو الزمن المتبقي. الامتلاك رياني الآن، هدف رياني يحسم المباراة ويسجل من خلاله أول انتصاراته منذ انطلاقة هذا الموسم بالمقابل العربي. يمني النفس بفاست بريك. وليد غزال، انتهت المباراة 26-24. محاولة الرد السريع للعربوية، 15 ثانية ضايع الهجمة الأخيرة. الكرة عربوية الآن، رمي 9 أمتار، 8 ثواني. إذا نقول مبروك لنادي الريان في هذه المباراة، فارق هدفين صعب وصعب للغاية، لم نقل مستحيل أن يعود العربوية في نتيجة هذا الشوط الثاني. باسل عوض إلى مصطفى علي، محاولة التمرير، التسديد والهدف عن طريق إسماعيل حمد، وصفيرة نهاية المباراة إذا لمصلحة نادي الريان 26-25 للعربي في قمة الجولة الثالثة للدوري القطري لكرة اليد، كما تابعناها على صفحة اليوتيوب الرسمية
للاتحاد القطري لكرة اليد. شكرا مشاهدينا الكرام، اذا ولنا متابعة اخرى لمباريات اخرى من هذا الدوري ان شاء الله.